الزملاء في فيينا شاوروا على طالبة عاوزينها عندهم بعد كده. الطالبة دي ليها قصة لطيفة جدا يا فندم. من قرابة 4 5 سنوات زي اليومين دول كنت مروح الساعة 5 والناس كلها روحت، لقيت بنت وأمها واقفين يعيطوا، فأنا رجعت. في إيه يا ستي؟ قالت لي والله أنا بنتي ناقصة نص درجة مش نص في المية عن الطب، وهي جايبة كل كليات الطب بس هي مصرة على الطب، وأنا الحقيقة أبوها بيشتغل كذا وأنا بشتغل كذا وإحنا ناس غلابة ما أقدرش على الجامعات الخاصة، وقالوا لي المنحة عاوزة واسطة، وإحنا ناس على الله وغلابة ما عندناش لا منحة ما عندناش لا واسطة ولا عندنا فلوس. فأنا في الوقت ده كنت خلصت عدد المنح المقررة لي، قلت لها يا ستي إحنا كلنا على الله وغلابة، وبكرة الصبح تعالي خدي منحة. دكتور خالد يمكن فاكر أو ناس، أنا كلمت يوميها. دكتور خالد كان في هذا الوقت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولأن إحنا صداقة العمر كان ممكن يستثني أي حد إلا أنا عشان إحنا أصحاب، وكنت أحترم ذلك. بس أنا قلت له يا دكتور خالد بعد إذنك عاوزين منحة عشان وضع كذا كذا كذا، البنت دي حاجة من اتنين، يا ناخدها منحة يا ناخدها على حسابي وحسابك بالنص. طبعا وافق على المنحة فورا عشان ما يدفعش النص. لكن يا دكتور خالد لازم تعرف إن البنت دي السنة دي هتتخرج، هي الأولى على الدفعة، هتبقى البنت دي صدقة جارية عليا وعليك ما حيينا وبعد مماتنا. طول ما هي عايشة كل ما هتعالج حالة وكل ما هتقيم أسرة ده هيبقى صدقة جارية عليا وعلى حضرتك. يا فندم احنا رسالتنا رسالة قوية وهي تبنى يبنى عليها.